قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وضع الماء عند الخلع. هذا هو. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا الحديث قال: باب وضع الماء عند الخلاء. ذكرنا بالأمس الخلاء هو المكان الخالي، واستعمل مجازا لمكان الذي يخلو به الإنسان لقضاء الحاجة. نعم. هذا الحديث من فضائل ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه يخبر أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم الماء ليتوضأ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الخلاء: من الذي وضعه؟ عمن وضع الماء له؟ من الذي وضعه؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، من الذي أخبره؟ خالته ميمونة رضي الله عنها، لأن ذلك كان في بيتها، كما في رواية أخرى عند أحمد. وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من ابن عباس أو من أحد ماء، وإنما كان ابن عباس رضي الله عنهما هو المبادر، يعني اجتهد هو بادر بوضع الماء فطنة منه وذكاء، ينبغي أن يكون طالب علم هكذا، يكون له فطنة، وهذا سببه إثر تتبعه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الخلاء ونحوه. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس هذا الدعاء العظيم، قال: اللهم فقهه في الدين، أي اللهم ارزقه الفهم والفطنة في مسائل الشرع. ومناسبة الدعاء له بالفقه في الدين حسن تصرفه الذي يدل على ذكائه، وسرورا من النبي صلى الله عليه وسلم بانتباهه إلى وضع الماء. فرح النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد الماء عند الخلاء، وقد ظهرت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بركات هذه الدعوات أو هذه الدعوة، فاشتهر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه علومه وفضائله، وهو من الصحابة المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي ما يقرب من ألف، فقد روي ما يقرب روى
ما يقرب من 1660 حديثا. كان عمر رضي الله عنه يرجع إليه في المساء الكبيرة. طيب ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسان، يعني إذا أحسن أحد إليك أن تكافئه، أقل شيء أن تكافئه بالدعاء. من صنع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروف فكافئوه بالمعروف بأي شيء يعني. وأيضا يشرع خدمة العالم، مشروعية ماذا؟ خدمة عالم بغير أمره ومراعاته. وأيضا يستفاد بأن العالم أو الشيخ أن يدعو لطلابه بالخير، لا سيما في طلب العلم على أن يوفقه الله عز وجل. اللهم فقهه في الدين. والفائدة الأخرى بأن فقه الدين من أفضل عبادات. نعم. طيب هل وضعه داخل الخلاء ولا خارج الخلاء؟ قال هنا إيش؟ وضع دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. ربما يكون خارج لأنه ما كان عنده ماذا؟ أنابيب يعني، فكان لديهم أنابيب. فاليوم لا يوجد مشكلة، لكن قد ينتهي للإنسان ماذا؟ مناديل لا يوجد في الحمام مثلا، يستعمل مناديل مثلا مع الماء. هنا الصغير يكرم الكبير، والطالب يكرم ماذا؟ الشيخ. ولا 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 وليس بعيب أن الكبير يكرم الصغير أو الشيخ يكرم الطالب، ليس بعيب. نعم الجاس. طيب باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. اقرأ. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. طيب الباب الأول هذا لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. الباب الثاني باب من تبرز من البراز يعني على لبنتين، لبنتين المقصود وضع قدمي على لبنتين، واللبنة ما يصنع ماذا؟ من الطين، ما يصنع من الطين في قوالب مربعة، قوالب مربعة. الآن طوبة تسموه طوب أحمر تسموه، لكن ذيك من الطين. هذان حديثان في إشكال. عندنا حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره، وحديث آخر أبو أيوب الأنصاري. حديث عبد الله بن عمر، اقرأ حديث عبد الله بن عمر بالله عليك. حديث عبد الله بن عمر قال رقيت. نعم. موجود عبد الله بن عمر قال أنه يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة. سيأتينا لحديث عبد الله بن عمر سيأتينا. أي
خروج للنساء خلصها وبعد ذلك نشرح. نعم نعم. أنا في أقوال علماء. باب خروج النساء إلى. باب خروج النساء إلى البراز إلى البراز. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصح وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند الزمعة زمعة، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى باب خروج النساء إلى البراز. هذا الحديث تحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا في الليل إذا تبرزنا. ما معنى تبرزنا؟ إذا خرجنا إلى البراز يعني للبول والغائط لقضاء الحاجة، إلى المناصع يعني موضع في آخر المدينة من جهة البقيع، يعني يكون غرب قبلة، يعني مكان واسع من الأبنية. المناصع يعني كما قلنا جهة بقيع صعيد أفيح، مكان واسع، مكان واسع من الأبنية. كان الخروج إليها في أول الأمر لعدم وجود ماذا؟ الكنف، وهي الحمامات في البيوت، وكان ذلك رخصة لهن. ثم لما اتخذت الحمامات في البيوت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم صورني خذ جوال صور أحسن. كان عمر رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نساءه من الخروج من البيوت، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يطلبه عمر أو ما طلبه عمر رضي الله عنه، وذلك أن خروجهم كان مما لا بد منه، فلا بد أن يخرجنا. فمرة خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي عشاء، في ليلة مظلمة حتى لا يشعر بها أحد، وكانت امرأة طويلة مميزة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا ماذا؟ أن ينزل آية الحجاب أو الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين. وكان للنساء في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات. الحالة الأولى الظلمة، يعني كنا يخرج في وقت الظلام حتى لا يرينا أحد من الرجال، يعني لأنهن كنا يخرج بالليل دون النهار. جاء في حادثة إفك، قصة إفك كما في البخاري ومسلم يأتينا قصة كاملة. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرجت معي أم مسطح قبل المناصح، وهو متبرزنا أي يقضون حواجبنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا في الليل فقط. ثم نزل الحجاب فتسترنا بالثياب، لكن ربما كانت أشخاصنا تتميز لهذا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفناك يا سودة. هذه هي الحالة الثانية، لما اتخذ الكنف في البيوت منعنا من الخروج منها إلا للحاجة والضرورة، وهي حالة الثالثة. في هذا الحديث بعض الفوائد: الفائدة الأولى، ينبغي مراجعة الأدنى للأعلى في الشيء، يعني سواء بالفضل أو بالعمر، ينبغي مراجعة الأدنى الأعلى. هذا الأصل، الصغير يرجع للكبير، مفضول يرجع للفاضل، تلميذ صغير يرجع للشيخ أو للعالم، حتى يتبين له إذا أشكل على شيء. وفضل هذه المراجعة إذا لم يقصد بها التعنت والتشدد، فإنه قد يتبين فيها من العلم ما خفي له أو عليه. الفائدة الثانية، الالتزام النصيحة لله ولرسوله. ما معنى النصيحة لله؟ يعني إذا إنسان نصح أحد ينصح الناس الالتزام بالكتاب والسنة. النصيحة لله ولرسوله، أن تنصح الناس التزام بالكتاب والسنة. ولذا جاء عمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال زواجه. الفائدة الثالثة، تصرف النساء فيما لهن حاجة إليه. يعني إذا تحتاج المرأة للخروج للحاجة فلا بد منه، فالمرأة يجوز أن تخرج من البيت للحاجة، فلا بد من تصرف النساء فيما لهن حاجة إليه. يعني المرأة تخرج، إذا خرجت للحاجة جائز بدون إذن، حتى بدون إذن، والأفضل أن تستأذن، هذا شيء طيب. تحتاج إلى ضرورة ليس يعني قد ينافي الأدب، إذا لسيما في الغرب، يعني المرأة تخرج ما تعرف وين تذهب، يعني خاصة في هذا العصر، حتى الزوج يعرف. وأيضا فيه فضيلة عمر رضي الله عنه، حيث تمنى أن نزول الحجاب. الحديث: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، يعني سبب حديث كما قلنا هذا الحديث نفسه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن أم المؤمنين سوداء بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لتقضي حاجتها من بولنا وغائط، بعدما أنزل آية
آية الحجاب وفرضه على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها امرأة جسيمة ضخمة، يعني طويلة ضخمة من الجسم لا تخفى على من يعرفها، يعني لا تخفى على من يعرفها، فهي تعرف من جسمها وتميز من سائر النساء حتى بعد حجابها، وذلك لمن كان يعرفها قبل الحجاب. عمر كان يعرفها قبل الحجاب، فرأى عمر رضي الله عنه قال عرفنا، فعرفها حال، قال يا سودة أما والله ما تخفينا علينا، فانظري كيف تخرجين. يأمرها رضي الله عنه عمر أن تستتر بأكثر من ذلك. نعم، فانكفأت في هذه الرواية فرجعت، يعني انكفأت راجعا انقلبت ورجعت إلى بيتها دون الخروج إلى حاجتها، وكان صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتناول الطعام، يتناول العشاء والعشاء، وفي يده الشريفة صلى الله عليه وسلم عرق، عرق يعني عظم، عظم عليه لحم يعني. فدخلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان من عمر، فأوحى الله عز وجل إليه بما فيما يتعلق بشأن إيش خروجهن في اللحظة نفسها. وكان اللحم الذي يأكله صلى الله عليه وسلم في يده ما وضعه، ثم رفع الوحي عنه صلى الله عليه وسلم وانقضى وبلغه أن أمر الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أذن للنساء في الخروج لقضاء حاجتهن من بول أو غائط وغيرها من ضرورة الحياة. المرأة تريد أن تشتري أمور خاصة بها فلا بد أن تذهب، والزوج ما موجود، جوال مغلق مثلا، تخرج، لكن إذا موجود الأفضل أن تخرج مع زوجها، وإذا خرجت وحدها لا بأس تخرج، لكن الأفضل أن تخبر زوجها. نعم، في هذا الحديث الذي ذكرنا فيه فوائد كثير، لكن في الذي ذكرنا. نعم، باب التبرز في البيوت. طيب، قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. اقرا الحديث اللي بعده متعلق بنفس الباب. نعم، اقرا يا شيخ، مش وقت الكتابه الان. باب، قال البخاري حدثنا يعقوب. ايش باب هذا؟ ضاف من عندك. نفس الباب. نفس الحديث في نفس الباب، حديثين، تقرأت حديث واحد بس. حدثنا يعقوب. قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قال باب التبرز في البيوت، كأن البخاري سنذكر ما رأيه في هذه المسألة. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إحنا أخذنا تذكرون إلا عند البناء جدار نحوي. الآن ذكر لنا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ حديث
لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا. طيب حديث ظهر ابن عمر. حديث أبو أيوب ما عندك؟ عندك حديث أبو أيوب؟ سيذكرها فيما بعد يذكرها. نذكر احنا عندنا حديث عبد الله بن عمر وهو حديث الذي رقيت يوما على بيت حفصة نفس الشيء. رقيت وظهرت نفس الشيء. ارتقى من ارتقاء يعني. يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة أو القبلة في رواية كعبة في رواية قبلة. حان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام وهو يقضي حاجته مستدبر الكعبة. عندنا حديث أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح إذا أردتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة عن جهة الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن عندنا ظاهر التعارض ها هنا قد النبي صلى الله عليه وسلم فعل يقضي حاجته كان مستقبل الشام ومستدبر القبلة يعني ظاهر للقبلة ويقضي حاجته. وحديث أبو أيوب الأنصاري لا يجوز الذي يظهر لنا عدم الجواز استقبال القبلة واستدبار أو استدبار القبلة بقضاء الحاجة سواء بالبول أو الغائب. فكيف نجمع بينهما؟ في هذه المسألة اختلفوا العلماء على الأقوال. فذهب إلى التحريم مطلقا يعني استقبال القبلة أو استدمار بالبول غائط حرام مطلقا هو أبو أيوب الأنصاري ومجاهد ابن الجبر وإبراهيم النخعي والثوري سفيان الثوري ذهبوا إلى تحريم مطلقا أبو أيوب الأنصاري ومجاهد والنخعي والثوري ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأقوال قال كل الأقوال باطلة كما ذكر في المحلى. وأيضا هذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم احتجوا بحديث أبو أيوب الأنصاري وغيره من الأثر. القول الثاني ذهب إلى جوازه مطلقا الأول إيش تحريم مطلقا الآن جواز مطلقا يعني يجوز يقول يقضي حاجته سواء بالبول أو الغائط مستقبل القبلة ومستدبرها. هذا القول ذهب به ذهب إليه عروة بن الزبير وربيعة الراي عبد الرحمن بن ربيعة الشيخ مالك هذا وداود الظاهري. داود الظاهري خالف من؟ تلميذ ابن حزم ومحتاجين بحديث ابن عمر. هناك قول آخر يذكر قول بالكراهية وليس بالتحريم يجوز لكن مكروه. والقول الرابع الأئمة ذهب إليه أئمة منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي أو راهوي وهذا مر عنه عبد الله بن عمر وعامر الشعبي إلى التفصيل ما له إلى التفصيل فيحرمونه في الفضاء يعني في الصحراء لا يجوز تستقبل القبلة ولا تستدبرها في عند قضاء الحاجة ويبيحونه بالبناء يعني في البيوت أو في الصحراء أمامك سيارة أو عربانة حتى لو استقبلت أو استدبرت. فهذا هو القول الراجح بإذن الله تعالى.
يريحونه في البيوت. أي نعم، لأنه في إيش حاجز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، لما رقي صعد إلى بيت حفصة رضي الله عنها، بيت أختي، ويحرمون ماذا في الفضاء. فضاء المقصود ليس الصحراء فقط، لأن يعني الطريق السريع تمشي هايوي، يعني يعتبر فضاء. وقفت أنت تقضي حاجتك مثلا، متى مالكت نفسك، فتضع مثلا، ما تريد أحد يرى عورتك، فتضع سيارة مثلا بطريقة معينة، خلاص هذه يعتبر خرج من الفضاء. فهمت؟ أو شاحنة، تحط شاحنة، تغسل إذا كان أخوان تحريم وزواج أربعة فقط، تحريم وزواج والكراهة والتفصيل. التفصيل هو قول الراجح إن شاء الله. لم يذكروا قالوا بعضهم، ولذلك من أضعف أقوى يعني يعتبر كراهة من كان لم يذكروا. إذا لم يذكروا أحيانا قالوا بعضهم، فأعلم أن هذا القول ليس بقوي في الغالب يعني، وليس يعني اضطرار. لذلك قال الصنعاني، الصنعاني اسمه محمد بن إسماعيل الفائدة مثل البخاري، الإمام الصنعاني محمد إسماعيل الصنعاني، في اثنين صنعان عندنا، الأول من متقدم شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق الصنعاني، أما هذا ليس عبد الرزاق، هذا محمد بن إسماعيل على اسم هذا متأخر، هذا شيخ الشوكاني. يقول لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة لا للتحريم هكذا، وهذا وإن كان خلاف الأصل النهي، إلا أن قرينة، هناك قرينة على يصرف من التحريم إلى جواز. ما هو القرينة؟ ما هي القرينة؟ يصرف من التحريم إلى الجواز؟ أين؟ أن الرسول صافر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قرينة، يعني هذا يدل بأن لو كان هل النبي صلى الله عليه وسلم يرتكب محرم؟ لا لا يرتكب، فلما فعل هذا يدل على ماذا؟ على جواز إذا كان بنيان. فهمت؟ فهمت، لكن ما عرفت استدلال الصنعاني، يعني كلنا نعرف أن قرينة الرسول هي للجواز. هو يقول لابد من التوفيق أن تجمع بين الأدلة، ليس تنظر الحديث يعني احنا عندنا الآن العلماء إذا أرادوا يستنبطون حكم شرعي، لكن قد يكون أدلتين سواء من الكتاب والسنة ظاهر التعارض، ليس كذلك؟ صحيح. هنا نهي فيه، نعم. وهنا يفعل، نعم. ظاهر التعارض، صح؟ هذا يعارض هذا، صحيح. كيف نتعامل مع هذه الأدلة؟ عندنا أربع طرق. الطريق الأول أن الجمع، أن نجمع بين النصوص. يقولون قاعدة أصولية، يقول الإعمال بالدليلين أولى من الإهمال. جميل. الإعمال بالدليلين، لو عملنا بالدليلين أولى من نعمل بالدليل واحد ونترك الثاني. مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نضرب مثال آخر، عن شرب ماء وانت قائم، وفي رواية أخرى في البخاري سيأتينا شربوها وقائم، وعلي رضي الله في البخاري شربوها وقائم، صحيح. كيف هذا؟ حل. نعمل اثنيناتهم، صح ولا؟ نقول الأفضل الجلوس، نعم. والقيام الكراهة، أيوة. إذا قلت حرام خلاص تركت، طيب الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة فعله وقوله وتقريراته، والصحابة علي بن أبي طالب هذا في البخاري شرب وهو قائم، لما انكروا عليه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم، فلا بد ترجيح اعمال بالدليلين، يكون تحاول قدر ما تستطيع ان تجمع بين النصين، الجمع لكي تعمل بالدليلين. ما قدرنا ان نعمل الجمع، ننتقل الى الترجيح،
يصعب على 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 العلماء مثلا الجار، يرجع لماذا؟ يرجع للترجيح، يرجح احد دليل على الاخر. ما قدرنا اصلا ان نرجح ايضا. هنا ننتقل الى الثالث وهو النسخ. النسخ منسوخ نقول. كيف يعرف ترى النسخ؟ يعرف من التاريخ. واحد قبل الهجرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العصر مثلا ظل العصر مثلي شخصيا يعني. جاء في المدينة في حديث آخر كان ظل العصر دخول العصر مثله. إذن الحنفاء أخذوا لمكة صح ولا لا؟ والجمهور أخذوا مدينة، فقالوا هذاك منسوخ. كيف عرفنا ذلك؟ من تاريخ، لأن مكة قبل الهجرة والجمع يصعب. كيف مرة كيف نصلي مثله ولا مثله؟ هنا نرجح. الحالة الثالثة قلنا النسخ، ما قدرنا لا نجمع ولا قدرنا استطعنا نرجح ولا نسخ، نتوقف. وهذا فيما أعلم أنا لم يوجد هناك دليل توقفه أهل العلم. حمل الخاص على العام مطلق على مقيد. الخاص على العام هذا في أصول أصولية ترجع لي. هاي كلها ضمن الجمع. نعم نعم. اكتفي بهذا القدر. الله تعالى أهل وعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. والله يا شيخ أحس أنا